السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، نيجي نكمل على المحاضرة الأخيرة اللي وصلنا للخاصية السادسة اللي هي خاصية التكست. تكلمنا عنها، أنه قلنا خاصية التكست أنه أنا إذا أضيف فد عنوان معين للنقطة اللي عندي. الصيغة العامة خاصية السادسة تكون بهذا الشكل اللي أمامكم، اللي هي text XY string. يعني الاكس شنو حيكون؟ position the point on the axis، يعني النقطة x شنو راح تكون قيمتها، والواي انه position the point on the a axis، يعني كأن تكون النقطة اللي عندي اللي هي x صفر وين موقعها بالضبط، والواي كأن تكون 10 وين موقعها بالضبط. ملتقاها راح اني اقدر اضيف عليها فد نص معين، بدل ما اكتب انه الصفر والعشرة أكتب فد نص معين يشير إلى موقع هاي النقطة اللي أنا عندي. خلينا نجي نفتهم هاي الخاصية شو راح تتنفذ بصورة صحيحة أمامكم بهذا الإكسامبل اللي عندنا. إنه عندي فد نقاط اثنين وطتكم إياها اللي هي شنو؟ الـ X والـ Y. قيمة الـ X 0.35 والـ Y 0.6. فأني أريد هاي النقاط من أعينها على المحاور، بدل ما تطلع إنه 0.35 0.6 طلع لي فد كلمة معينة، دا أضيفها فد نص معين يشير إلها. شو راح أنفذ هذا الخاصية اللي عندي؟ خلي جي أفتح الماتلاب وياكم، نمسح الشاشة. أيضا مثل ما قلنا لازم أنا عندي نقطة X وشنو نقطة Y. نقطة X نفسها أخذناها، والمعادلة اللي هي Y نفسها. نجي فد نرسم اللي عاز اللي هو بلوت، خلي أعرف إنه هاي الخاصية اللي هي بي. هسه طلعت لي هاي الرسمة. هسه أريد أضيف فد نقطة معينة بموقع معين، شنو راح أكتب؟ أكتب إنه هاي قلتلكم قيمة إكس بالسؤال، قلنا 0.35 تمام، دزت له إنتر. والواي أنا إيش قد مطيتكم إياها؟ 0.6 تمام طلاب، بهذا الشكل. زين هسه طيت قيمة X وانطيت قيمة Y، أريد أضيف فد بوسط التكست نص معين، فأجي أكتب خاصية التكست اللي قلنا، يا أما نكتب X فرزة Y plot، أو شو نكتب النقطة اللي هي نفسها 0.35 فرزة 0.6 فرزة، شو أريد أسمي هاي النقطة؟ قلنا أي تسمية لازم تكون بين شنو؟ بين two quotation. أجي على two quotation أخلي كلمة مثلاً plot. شنو أدوس هسه؟ enter. خلينا نشوف بالفكر شنو صار عندي. بالفكر اللي عندي ما طلعت لي إنه هذا التنفيذ. أرجع شنو أسوي؟ خلينا نشوف. يعني أخذ التنفيذ السابق. شنو طلعت لي هنا؟ كلمة plot. هاي كلمة plot تشير إلى شنو؟ إلى موقع النقطة X وموقع النقطة شنو؟ Y. هاي الطريقة إن أنا شنو قدرت أكتب هاي النقطة. إذا أردج أدقق إنه شنو الإكس 0.35 يعني 0.3 تشوفون هاي الإكس، والواي جبتها 0.6 هذا المحور الصادي، هاي الواي ملتقاهن. إحنا بالرياضيات نخلي نقطة ونكتب بين قوسين إنه إيش قد الأرقام اللي بيناتهن. هنا أنا بماتلاب أقدر أنا أضيف كلمة معينة بواسطة خاصية التكست. هاي الطريقة إنه أنا نفذت. طبعاً هنا أنا ضفت الأرقام بصورة مباشرة. تقدرون أيضاً شنو تسوون؟ أنتوا تعرفون الـ X والـ Y مثل ما هسه أنا سويت، وتكتبون هنا بس X وهنا Y بدون ما تشنو تكتبوهم من قبل، بدون ما تكتبوهم عفواً هنا بالداخل. وتقدرون دايرك بدل ما تكتبون هنا X وهنا Y شنو تسوون؟ تضيفون الأرقام مباشرة. هيجي نشوف الخاصية السابعة والخاصية الأخيرة اللي هي خاصية الليجند، ونشوف شنو معناتها وشنو راح نستفاد من عندها وشنو صيغتها العامة. الصيغة العامة لها إنه بهذا الشكل المعين اللي أمامكم. any string أخلي داخلها any string. زين هي وين راح تكون؟ شنو فائدتها؟ ضيفوا فد مثال معين. طلاب إحنا من تكون عندنا فد رسمة معينة كانت تكون خارج العراق، دائما في أعلى الصفحة يصير عندنا فد ملاحظات معينة، مثلا النهر اللي عندنا،
إنه نخلي خط الأزرق هذا يشير إلى شنو؟ هذا إلى النهر أو الوديان، السهول، كلها إلها فد إشارات معينة قدام شنو تصير الأسماء. هنا أيضا فأنا شنو أريد أسوي؟ مثلا لما يكون عندي شكل المعادلة أو الدالة اللي أنا راسمتها زائد، فأقول إنه هذا الزائد يشير إلى شكل هاي المعادلة، مثلا اللون الجرين يشير إلى لون هاي المعادلة. الخاصية اللي فوق اللي كانت هي خاصية التكست، أقول له مثلا خاصية التكست تشير إلى النقاط الفلانية، فأي ملاحظة عندي أنا أقدر أضيفها على الرسم من خلال شنو خاصية الليجند. نجي أيضا ننفذها CLC مسحة الشاشة، أكتب لازم الـ X الـ Y اللي عندي اللي هي المعادلة. هسه شنو هنا أريد أسوي أني؟ مثلا أضيف خاصية الزائد، خلي نقول مثلا تردون تضيفون إذا عندكم اللون اللي أنتو تردون، خلي أضيف الـ R. طلع لي بهذا الشكل المعين. أنا شنو أريد أضيف؟ أريد أضيف خاصية هسه، فأجي أرجع للماتلاب، شو راح أكتب هنا أنا؟ الإعازي اللي هو عندي طلاب، التكست اللي أنا أضيفه حسب التعبير الشخصي، يعني ممكن أكيد إنه كل طالب راح يختلف تعبيره عن الآخر، فهذا اللي داخل الكوتيشن يعني حسب ما أنت تريد تعبر. مثلا إشارة الزائد تقول تشير إلى شكل الخط بس بالتعبير اللي أنت تريده، أو الريد اللي هو لون الخط، بس أنا راح أكتب في التعبير معين أنا رأيته، يعني مو مشكلة إنه أنتو تكتبون إنه نفسه the shape of the line. إنه أنا أريد أكتب هنا أنا مثلاً الزائد اللي عندي شير إلى أنه شكل اللاين، طلعت لي لما طلعت لي ملاحظة the shape of the line، إنه الزائد اللي عندي يشير إلى هذا شكل الخط. ممكن تضيفون فد ملاحظة على الآر اللي عندكم أو كيفكم بعد إنه تضيفون إنه لون الخط، يعني هذا الشيء راجع لكم طلاب. أتمنى أنه تكون الخواص عندكم مفهومة وواضحة. هنا أنا خلصنا محاضرتنا وإن شاء الله التكملة الأسبوع القادم. بالنسبة للخواص اللي عندي أخذنا أنه 7 خواص اللي هن قلنا أول خاصية أنه شلون أنا أقدر أغير لون الخط، خاصية ثانية أنا أقدر شلون أغير شكل الخط، أخذنا خاصية أنه أنا شلون أقدر أضيف شكل بياني أو أقدر أحذف البياني من الورقة، وقلنا ممكن أنا أدمج خاصيتين اللي هي اللون والشكل بنفس الوقت، وكل خاصة لازم تكون بين شنو؟ بين كوتيشن. وقلنا الخاصية إن أنا شلون أضيف نص معين أو تايتل معين للرسمة اللي عندي، ممكن أضيف أيضا اسم معين تايتل معين للمحور السيني، ممكن أضيف عنوان معين للمحور الصادي. وقلنا إن أنا عندي نقطة داخل الرسم إنه أنا أريد بدل ما أكتب أرقام النقاط أو البوينت تبع النقاط أخليها بتكست معين عن طريق خاصية التكست. والخاصية الأخيرة خاصية الليجند اللي أنا أضفت فد ملاحظة معينة على الرسم. أتمنى أن تكون هاي الخواص واضحة ومفهومة، وربي يوفقكم إن شاء الله.